لا تستطيع ان تتدخل في الظروف هذه، سي نورمال باش نوصلوا يولي وقتها حتى الاطراف الاخرى تولي تخرط عليها. احنا نحبوا ان الدوله، خاطر كيف الدوله تولي قويه، باش الدوله مش بالبوليس قويه، قويه بالتوافق الاجتماعي، قويه بالمعارضه حتى ولو تختلف معاها، لكن ثم نقاط مشتركه، ثم نمط مجتمعي حداثي ما يلزمش لا سلطة ولا معارضة تبدلوا. وانت حكيت هنا عن النخب ومش مسؤولية الدولة فقط، هنا فما النخب وفما المعارضة يعني ايضا. الدولة يعني مع النخب، مع المعارضة، مع النقابات، مع المنظمات المجتمع المدني، هذا اللي ينقصنا. احنا يلزمنا نرجعوا للحوار، ويلزمنا ننجحوا الموسم هذايا السياحي، راهو هام جدا. راهو كيف ينجح النموذج التونسي، كيف سواء عن طريق النهضة وعن طريق اليوم تحكم النهضة وغدوة تحكم حد اخر. احنا لا نحب النهضه تكون عندها يد طوله وتتحكم في رقاب العباد كما تريد، ولا نحب ايضا اي يعني تنظيم يتجاوز القانون، ولكن نحب بلادنا تنجح اقتصاديا. يعني الرهانات الاقتصاديه والمخططات اللي مش تجعل، حرام انه نمشي ونحرق ونكسر. قال شنو قال؟ لانه انا في يعني في حاله غضب. هذاك يعني ملك الشعب، هذيك الفلوس اللي تحطت في السبيطار هذيك من الضرائب اللي تدفعها انت وانا. فيلزم احنا نكون عندنا على الاقل رجاحة العقل. وانا ما نعتقدش ان النهضة ترفض الحوار، ربما يعني احيانا تغيب عليها بعض اشياء، لكن توا الي طون باش نقولوا لها يا نهضة راهو ثم هام لازم انك تلم الناس وتحكي معهم، يا نهضة راهو النمط المجتمعي اللي مش تمشي به راهو مش يهزنا للهوية. وسنتحدث في هذا عندما نلتقي في الحوار، في حوارات عديدة، لاني قاعد نشوف اللي قطار الاصلاحات قاعد يخرج على السكة تدريجيا. علاش؟ لأنه ما ثماش توازن مجتمعي، ثم معارضة هشة وضعيفة، وثم حزب حاكم مسيطر، وما عندوش مشروع ثقافي، عنده مشروع سياسي. فبالتالي يعني مجبورين مش نتلموا على فرط طاولة. معاش مش نولي نحسب أنت عندك 5 مقاعد وأنت عندك 20 مقعد وأنت عندك 4، وقتها أنا اللي يهمني البلاد وين ماشية، كيفناش مش نضمن كل الحقوق هذيك. وقتها الدولة تولي قوية، قوية بمنظمات المجتمع المدني، قوية بالنقابات، قوية بالمثقفين. الآن نشوف اللي الناس هذوما مش من كلهم قاعدين ملتفين حول الدولة، لأنه ثم ناس عندهم نقاط استفهام مش عارف وين مش نوصلوا. فحتى المشكل الاقتصادي اللي وقع فيه الدولة، لو كان ثم الحوار هذا الكلنا نضحيه، لأن الكلنا في نفس المركب. ولكن عندما يكون ثم هالشبه قطيعة بين السلطة وبين المعارضة وبين نخب المجتمع المدني، وقتها بطبيعة الحال مش نوصلوا إلى هذه الأوضاع المتوترة. بفضل بحوثك في جل هذه المسائل، ما كنتش تتصور وأن باش يجي نهار اللي هو هذا مش نوصلوا للشيء هذا اللي صاير اليوم في تونس؟ والله وكأنه به كانوا فما مؤشرات تدل على أن مش نوصلوا للحالة هذه اللي وصلنا له اليوم. شوف اللي احنا اللي وصلنا له اليوم، باش خلينا نقولوا احنا رغم اللي ننتقد هذه الاوضاع، لكن نراه افضل بكثير من اوضاع بلدان اخرى زرتها في المده الاخيره. وانه انا مازلت نعتقد انه في تونس قادرين باش وانا علاش ربما يعني معنا قويت في النقد، لاني من احساسي بانه ثم امور يمكن تفلت، وشفت على كثب باش قاعد يصير في البلدان الأخرى. بالضبط. ولهذا أنا نتمنى أنه يرجع الرشد للجميع، يرجع الرشد للصحافة وللمعارضة وللسلطة وللنقابات، وأنه كلنا رانا في مركب واحد، ويرجع والسلطة أيضا يعني تعتقد ويلزمها في مخها تعتقد أنه راهو يلزمها تعاود حساباتها، وما يلزمش تطغى علينا الانتخابات اللي جاية، لأنه حطوا في بالكم اللي المواطن التونسي المرة الجاية سيقول كلمته بحق وبجد. إذا كان قالها المرة الأولى لأنه مازال يكتشف، فنخافوا لا إحنا نزيد نضيعوا 5 سنين من عمارنا إذا كان ما نعرفوش كيفناش المرة الجاية نبنيو مجتمع ديمقراطي حقيقي حداثي. الآن مع الأسف كلمة الحداثة ولاو يتمنيكوا عليها، يقولوا هذاك حداثي، معنى مش معقول. الحداثة هي المودرنيزم، هو أنك تكون منفتح على عصرك، مش معناها أنك بالضرورة أنه يعني الخطر اللي إحنا وقعنا فيه أنه المجتمع التونسي، علاش نحكي أنا على طبيعة المجتمع، كأنه ولا فريق العلمانيين وفريق الإسلاميين. هذا خطر، هذا لا تنجم تعمل مواطنة، لا تنجم تعمل ديمقراطية، لا تنجم تعمل تنمية. معنى نحن كلنا تونسيون، احنا نحمد ربي اللي ما عادش عندك الاعتبارات الجهوية والقبلية.
فإذا كان مش ندخله تصنيف جديد إيديولوجي علماني وإسلامي مش باهي. وهذا الكل وقت اللي إحنا نفهمه ونتمنى أنه هذه الأزمة اللي جاتنا تخلينا تحط لنا ترجعنا الرشد وتخلينا نرجع ونتقابل مع بعضنا باختلافاتنا نستطيع أن نصل إلى قواسم مشتركة. وإحنا وصلنا لسؤالي الأخير. سي علي، الوزير الداخلية تحدث عن غلاة السلفيين اللي يستغلوا الكثير من الفرص للتهديد والتطاول على الدولة وعلى مؤسساتها من أمن وجيش إلى مشاكل ذلك. لماذا يعادي هذا النوع من السلفيين الدولة؟ يعني هؤلاء السلفيون المعادون للدولة في طبيعة تكوينهم الإيديولوجي، يعني هذم ناس عندهم نمط مجتمعي بالنسبة ليلو يعيش في الماضي، مش حتى في الماضي الأول بالطريقة اللي يراه هو، وبالتالي هذم الناس متأثرين بشوية من كتب سيد قطب وشوية من كتب المودودي، وهذوما بطبيعة الحال وشوية قنوات فضائية وكثير من الجهل، لأنه أكثر الناس اللي يعملوا هذوما مستواهم الذهني محدود، مش كلهم أما المستوى هذوما، فمن الطبيعي باش الناس هذوما يناصبوا الدولة العداء. وهنا معناها راهو هذا موجود في كل الدول، ما يلزمناش نخافوا منه. أنا فقط علاش قلت رانا توا نشعلوا الأنبوبة الحمراء؟ لأنه الاختلافات والصراعات الاجتماعية موجودة في كل مجتمع، ولكن عندما يولي كما قلت القطار يخرج على سكة الحداثة والتنمية والديمقراطية، هذا هو الخطر. وقت اللي يولي المجتمع علماني إسلامي ويولي معناها الموسم السياحي مهدد، ويولي معناها كل معناها استباحة، ما عادش ثم أشياء في البلاد محترمة، وتولي الدولة غير قادرة على الحسم في بعض الملفات، وقتها نقول اللي الأنبوبة يعني الحمراء شعلت. لكن أنا نعتقد أنه هالدرس هذا اللي خذيناه من هذه الأزمة، أعتقد أنها يعني ستجعل الحكومة وستجعل المعارضة والنخب أنهم يفكروا ويقعدوا وينظروا، لأنه هذه مش نتسألوا عليها أمام الشعب ونتسألوا قدام ربي. إحنا دخلنا في ثورة قعدت إلى اليوم منقوصة، الناس اللي قاموا بالثورة قاموا من أجل الكرامة ومن أجل الخبز ومن أجل الحرية. هالمسائل هذه بدينا ننسوها وبدينا نفرضه في أفكار وأنماط اجتماعية ويعني تطرف يمين ويسار، وهذا فهذا معناها ما أحرانا اللي إحنا يلزمنا نرجع على الأقل وفاء للناس اللي ماتوا من أجل هذه الثورة، ونتذكروا ونقول وراه شبيه في الانتخابات، النجم يكون اليوم والنجم يكون غدوة أو النجم يكون بعد غدوة، ولكن أنه تونس هي اللي يلزمها تنجح بتوافق أبنائها، تنجح عندما المعارضة والسلطة وخاصة السلطة اللي هي عليها الدرك الأكبر هي اللي تفتح المجال وتتناقش مع العباد. هذا مش ينقص من قيمتها، لأن نلاحظوا فيه أن السلطة منذ تكوينها الحكومة ما نجمتش تكسب ثقة معارضيها، وهذا مش باهي، وخاصة هي كانت في المعارضة. فبالتالي يلزم كل واحد يلوج على الخلل متاعه، المعارضة تلوج على الخلل متاعها، معنى ما يلزمش تلوج على كل الشرشة بتتبات، والسلطة أيضا تلوج على الخلل متاعها عندما تطبق القانون وعندما تستشير الناس استشارة حقيقية وليس شكلية. واضح. شكرا لك سيد علي العلاني، باحث في التاريخ السياسي المغاربي، بارك الله فيك على كل هذه الإيضاحات اللي قدمتها. وأكيد تونس تنجح بالحوار، واللي أكدت عليه أنت الحوار، ولا بد من الحوار، لابد أن يتواصل، لأنه هو موجود الحوار، لكن مش بالكثافة أو بالكثافة الموجودة وبجدية المطروحة. أكيد وأنه سيتواصل الحوار حتى مع السلفيين حتى ننهي هذه المسائل اللي قاعدة تعطل في نمو وفي ازدهاره في تونس وفي وتشوه ممكن في سمعة تونس. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى هنا انتهى توقيت برنامج الفضاء الحر لهذه الليلة، متابعة طيبة لبقية برامج قناة حنا بعد. إلى أن نلتقي لكم منا أجمل التحيات، وتصبحون على خير.